أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج مكتوب ما أروع أن نبني حياة على كلمة الله النهاردة في الحقيقة عايزين نتكلم عن أساس النجاح وعندي شاهد جميل وصية من قلب الرب لقلب يشوع في سفر يشوع الإصحاح الأول وعدد سبعة تعالوا أقرأ معاكم الكلمات الجميلة اللي الرب قالها ليشوع بيقول الرب إنما كن متشدداً وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعه التي امرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح كلمه ربنا رائعه جدا هي اساس للنجاح الرب بيقول ليشوع لو انت عايز تنجح خلي بالك من الشريعه اتحفظ ليها خليها قدام عينيك عشان كده في الوقت ده انت حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح اساس النجاح في حياتنا مرات كتير لما نحب نقيس النجاح النجاح هل يا ترى انه انا ابني حياتي على صوت العقل ولا المنطق ولا حسب مقاييس الناس ولا هل يا ترى احب ابنيها على مقياس كلمه الله؟ بحب الكلام اللي الرب قاله ليشوع لكن كمان في المزمور الاول المزمور الجميل يقول ايه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس وبصوا التدرج لم يسلك لم يقف لم يجلس طب تقول لي فايدته ايه التدرج لو سلك منظر هيشد عينيه وياخد قلبه فيقف يتفرج عليه لو وقف هيجي حد يقول له انت تعبان واقف ليه ما ترتاح طب الراجل اللي ما بيسلكش وما بيوقفش وما بيجلس يقول ايه لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا شوف الكلام اللي جاي فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يزبل شوف الكلام اللي جاي وكل ما يصنعه ينجح يا سلام على الكلام الرائع، النجاح الحقيقي إن أنا أكون قريب من كلمة الرب، أبني عليها حياتي، ده المقياس اللي ما يختلفش من مكان لمكان ولا من زمن لزمن ولا من شخص لشخص، شخص اللي عايز ينجح نجاح حقيقي خلي عينه على كلمة الرب، على المقياس الحقيقي، عشان كده الرب كان بيقول لي يشوع لو عايز تصلح طريقك لو عايز تفلح في كل ما تصنعه تحفظ للشريعه لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك وكانه عايز يقول له خلي الكلمه قدام عينيك خلي الكلمه المنطوقه معاك كل الوقت دي اللي تاخدك للنجاح الحقيقي. بحب شخصيه يوسف جدا يوسف في الحقيقه يتقال عنه مرتين انه كان ناجح حاجه غريبه جدا في تكوين 39 يقول عنه كده انه كان ناجح في بيت فطفار جدا ولكن يقول عنه في بيت السجن انه كان ناجح. مع انه كان ناجح في بيت باباه وكان ناجح في الملك عند فرعون، بس النجاح الحقيقي يتبان في الاوقات الصعبه. يعقوب لما جه يبارك يوسف قال ايه؟ قال يوسف غصن شجره مثمره. الكلام ده في تكوين 49. يوسف غصن شجره مثمره. غصن شجره مثمره على عين، وكانه عايز يقول سر النجاح في حياة يوسف انه كان قريب من النبع الحقيقي، كان قريب من الكلمة. أنا نفسي أقول لك وأقول لك النهاردة إيه المقياس الحقيقي اللي بتبني عليه حياتك؟ هل يا ترى كلمة الله هي الغالية وهي الأساس اللي بنبني عليه حياتنا؟ هل يا ترى النهاردة النجاح الحقيقي الناس بيسموا الأمور اللي بره إنه إنه المراوغة نجاح والناس يعلموا بعض إنه الغاية تبرر الوسيلة. والناس بره بيحللوا الكذب انه محلل في بعض الحالات ومحلل في سلاس بس انا عايز اقول لك النهارده النجاح الحقيقي يتبني على كلمه الله الحقيقيه اوعى النهارده تبني نجاحك على مفاهيم مغلوطه اوعى النهارده تبني نجاحك على مفاهيم من اراء الناس او المنظور اللي حواليك لكن النجاح الحقيقي يتقاس بقربنا من كلمه الرب عشان كده ده رائع جدا ممكن تبقى فيه حرب عليك عارفين موسى الجنرال في حياته قاد حربين لكن يشوع الغلام في حياته قاد وعشرين حرب في سفر يشوع طب عايز تقول ايه؟ انه لانه كان عينه على كلمه الله ومتحفظ للعمل حسب كلمه الله هتلاقوا الراجل ده في الحقيقه كان فيه نجاح وفيه نصره بتقابله في طريقه لأنه باني حياته على المكتوب وأنا نفس النهاردة أقول لك أنت باني حياتك على إيه هل يا ترى كلمة الله ليها غلاوة في حياتك نفسي أقول لك تعبير وده مش فلسفة أنه كل ما تكلم بها الله في كلماته المكتوبة لا نسمع فيه صوت من الله تقول لي يعني إيه دي مش فلسفة على سبيل المثال الكتاب يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين أو الكتاب يقول كده مكتوب أي شركة للنور مع الظلمة، طب لو أنا قدامي شريك حياة هرتبط بيه مش مؤمن، وقعدت أصلي شهر اتنين تلاتة، اللي اتكلم فيه كلمة الله مش هنسمع فيه صوت من ربنا، تقعد تصلي سنة، هو ربنا قال، عشان كده لما تيجي تبني حياتك وتبني حياتك ابنيها على كلمة الله الحية. كلمة الله دي هي اللي بتنور حياتنا هي الأساس اللي بنبني عليه بيوتنا والنجاح الحقيقي اللي بياخدنا وياخد قلوبنا وهو النجاح الحقيقي اللي يتبني على الأساس الصحيح وده اللي ربنا حابب يوصله لينا أنا بصلي من كل قلبي ليك وليكي إن ربنا يدينا الوقت اللي جاي نكون ناجحين بس مش بمقاييس الناس ولا ناجحين بمقاييسنا الشخصيه لكن ناجحين بحسب مقاييس كلمه الله الحيه الصالحه اللي ما بتتغيرش اللي يقول كده وهي اثبت هي اثبت قال كده الرسول بطرس هو بيتكلم لما بيقول وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما لسراج منير في موضع مظلم ما ينورش الضلمه غير كلمه الرب هي اثبت اوعى تبني حياتك على المتغيرات ابني حياتك على الثابت اوعى تقيس نجاحك على المتغيرات وكلام الناس لكن قيسه على كلمه الله الحيه عشان كده قال له حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح الوقت ده هو النجاح الحقيقي لما تخلي بالك من الشريعه وتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيها. اصلي الكلمه تكون غاليه في عينيك وعينيكي، واصلي الرب يدينا الوقت اللي جاي ازاي نكون مختلفين، واساس حياتنا هو كلمه الله. حابب قبل ما اختم الحلقه دي، لو تحب تصلي معايا صلوه من قلبك ومن قلبك تقول لربنا يا رب انا نفسي الايام اللي جايه كلمتك تكون غاليه عليا، وتفتح شهيتي للكلمه يا رب. وتغلي كلمتك في عينيا اكتر واكتر غمض عينك وغمض عينك معايا وارفع قلبك في المكان اللي بتسمعنا فيه يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك صالح إلى الأبد رحمتك يا رب بشكرك لأجل كلمتك الحية الفعالة اللي مكتوب عنها أمضى من كل سيف حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل ومميزة لأفكار القلب ونياته في اسم الرب يسوع ادينا نبني حياتنا وأساس حياتنا وبيوتنا وعلاقتنا على كلمتك الحية افتح شهيتنا للكلمة الوقت اللي جاي وديها تكون الأساس الصحيح لحياتنا في اسم المسيح بصلي ليك الإكرام ولكل المجد آمين